أهم الأخبار اللي حصلت امبارح واللي من أبرزها إجراء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. الرئيس السيسي كمان وسيدة قرينته استقبلوا السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. السيدة انتصار السيسي رحبت بزيارة جيل بايدن وأكدت أنها خطوة جديدة لتعزيز الصداقة المصرية الأمريكية. مجموعة كبيرة من الأخبار والأحداث حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية خصوصاً في السودان. كمان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة اللي بتقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. امبارح أيضاً رحبت السيدة انتصار السيسي بزيارة السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى ضيفة عزيزة على مصر، وكتبت السيدة انتصار السيسي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تحل السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا. امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار اللي انتشرت بخصوص تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية أو غيرها كلام غير صحيح، وإن المعلومات المتداولة مغلوطة وملهاش أي أساس من الصحة أو بالواقع. وشددت الحكومة على إن كل مساجد آل البيت قائمة زي ما هي بدون المساس أو الإضرار بها لما لها من قيمة دينية وتاريخية وتراثية بتخليها تحظى بمكانة عظيمة، وإن الدولة مهتمة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت على نحو متكامل يتماشى مع طابعها التاريخي والروحاني بالتوازي مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع المساجد. امبارح أعلنت وزارة الداخلية إنه في إطار حرصها على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من استيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات اللازمة، تهيب الوزارة بكافة الجهات المنظمة والمنفذة لأداء فريضة الحج بالالتزام بوجود الكود التعريفي الخاص بالحجاج اللي بتصدره البوابة المصرية الموحدة للحج مجاناً لكل حاج، وبتضع الجهات المنفذة على جواز سفر الحج، وذلك وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2022. امبارح صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وما تأثرتش بسوء الأحوال الجوية. ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بجاهزية الهيئة للتعامل مع موجة الطقس السيء واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاستباقية اللي بتكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان. عندي بس تعليق صغير كده عن الموضوع المتعلق بالإشاعات اللي طلعت خلال الفترة اللي فاتت عن هدم أضرحة آل البيت. أولا دي مش شائعة جديدة، يعني تقريبا كل سنة كل ما يكون في تطوير في هذه المنطقة ونشوف اللوادر تطلع نفس الشائعة، يقول لك بس الدولة بتهدم التاريخ، الدولة مش عايزة تحافظ على تاريخ الناس، اللي الدول نفسها يكون عندها تاريخ ربع التاريخ اللي عند مصر، وفي نفس الوقت تشوف مصر بتعمل ايه في تاريخها. احنا عندنا قانون مبدئيا اسمه قانون 117 لسنة 83 للحفاظ على الآثار، وأضرحة آل البيت من الآثار مر عليها سنين كتيرة جدا فمسجلة ان هي آثار، فما فيش اي حد يجرؤ ان هو يهد أضرحة آل البيت أو أي أثر موجود في مصر أيا كان نوع هذا الأثر طالما أثر ومسجل. وزارة الأوقاف بالنسبة للأضرحة بتعدي بتمر وتسجل حتى لو الأضرحة ما كانتش مسجلة وتسلمها لوزارة الآثار عشان تهتم بيها وتقوم بتطوير هذه الأضرحة. فبنلاقي بقى بعض الناس، أنا يعني ما عنديش مشكلة مع الناس اللي عايزة تفهم، يعني أنا ما عنديش مشكلة الناس اللي خايفة على تاريخها وخايفة على بلدها، ما فيش مشكلة ان هو يسأل ويستفسر ويفهم عشان يعرف الصح من الغلط، لكن عندي مشكلة مع الناس التانية اللي يعني كل غرضها ان هي تبث هذه الحالة في نفوس المصريين بان الدولة بتهد أضرحة آل البيت. اولا هذا الكلام عاري تماما عن الصحة، وكل سنة زي ما قلت لحضراتكم بنشوف مثلا لما يكون في تطوير في المنطقة في حفر في لوادر موجودة بتشيل بعض الأحواش اللي كانت موجودة، احنا عارفين ان كان في ناس ساكنة في أحواش في المقابر اللي هي بتاعه اهالينا اللي هي العاديه دي وسط اضرحه آل البيت، فبيتم ازاله هذه المقابر وتسليم الرفات لذويهم، وفي نفس الوقت
بيتم تطوير هذه المنطقة وهدم الأحواش اللي الناس كانت ساكنة فيه. هل يعقل أن الناس تفضل في عصر جمهورية جديدة ساكنة في أحواش داخل المقابر؟ بكل تأكيد حاجة ما فيش حد يقبلها. الناس اللي عايشة في القاهرة أكيد شايفين حاجة زي دي كويس، أما بالنسبة لباقي الناس اللي عايشة في محافظات أخرى فممكن يكونوا ما بيشوفوش هذا الكلام بالصورة يعني الأوضح، لكن هو ده اللي حاصل بالفعل. فبيتم نقل الأهالي إلى مساكن تليق بيهم وفي نفس الوقت تطوير هذه المنطقة لو محتاجين نعمل محور جديد. طبعا احنا عندنا مخطط لتطوير مسار آل البيت في هذه المنطقة طوله حوالي 2 كيلو من السيدة زينب للسيدة عائشة، ففي اهتمام كبير جدا بالتطوير. ولنا يعني مثال مهم جدا حصل من سنتين وهو المقام اللي موجود في محور الفردوس بتاع قنصوة سلطان قنصوة أبو سعيد. في وقت أول ما شفنا اللودر وشفنا المعدات موجودة حواليه وبتاع، الناس بقت بس هيهدوا هذا المقام. طبعا اللي بيعدي دلوقتي شايف شكله عامل ازاي، شايف الاهتمام والتطوير اللي حصل في المنطقة وعملية الترميم اللي تمت في هذا المقام والإضاءة كمان بالليل، يعني اللي بيعدي تحفة، انت معدي بتستمتع برؤيته بالليل وهو منور كده. فالمنطقة شكلها اتغير واهتموا بيه بعد ما كان حالته صعبة جدا. فياريت هذه الشائعة تم نفيها من قبل الحكومة، ياريت الناس ما تنسقش وراء مثل هذه الشائعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي طالما في توضيح من الحكومة. نروح مع حضراتكم لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي منها افتتاح سوق السيارات المستعملة في محافظة القليوبية وتنفيذ 42 مشروع بتمويل أكثر من 15 مليون جنيه ده ضمن مشروعك في محافظة المنوفية، بالإضافة إلى تخصيص رابط إلكتروني لسرعة التواصل مع المعلمين وبحث شكواهم في مطروح، وأخبار أخرى من محافظات تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن محافظة القليوبية أعلنت افتتاح سوق السيارات المستعملة بمنطقة سوق البرنس بمدينة بنها، وهيتم توفير كل الخدمات فيه وهيشمل السيارات المستعملة والجديدة، وده هيكون تحت شعار بيع واشتري عربية عندنا في أمان. كمان أعلنت محافظة المنوفية أن فرص العمل اللي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال شهر مايو اللي فات وصلت ل 84 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وده من خلال تنفيذ 42 مشروع بتمويل أكثر من 15 مليون جنيه، وده ضمن الاستمرار في توفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة مشروعك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح أعلنت أنه هيتم العمل على إنشاء رابط إلكتروني عبر تطبيق 365 أوفيس وصفحة باسم وحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وده لتلقي أي شكاوى خاصة بيهم والضمان دراسة وبحث الشكاوى بدقة وسرعة علشان تتحل. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل بداية من النهاردة والحد آخر الأسبوع 120 رحلة طيران دولية جاية من مطارات أوروبية مختلفة على متنها 61 ألف سائح من جنسيات متعددة للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر وطقسها المميز، وهتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بإنهاء الإجراءات للسياح بداية من وصولهم المطار والحد دخولهم فنادق الإقامة. مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية نظمت قافلة بيطرية مجانية بقرية ميت الشريف التابعة لمركز بسيون في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة. تضمنت فعاليات القافلة تقديم الخدمات البيطرية اللازمة للي تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج ل 1127 حيوان و 1420 طائر مع صرف التحصينات والأدوية. انطلقت فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية في محافظة شمال سيناء في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومنها التعليم الجيد لرفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب ولمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطالب وولي الأمر. مديرية الصحة في محافظة بني سويف أكدت على تنفيذ قافلة طبية بقرية العجرة مركز بيبا مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، وتم الكشف على 1223 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان.
محافظة كفر الشيخ أعلنت أن أعمال التبطين مستمرة، وهيتم تبطين 1000 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، وجاري تبطين 578 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومي اللي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاري العمل في 62 عملية. ووصلت نسبة تبطين الترع 69%، وتم الانتهاء من تبطين 395 كيلو متر. من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، حلقت رحلات البالون بصورة طبيعية، وخرجت 21 رحلة بالون كان على متنها 520 سائح من حول العالم، وسط أجواء من البهجة والفرحة من الأفواج السياحية بالتحليق في سماء عاصمة الحضارة المصرية القديمة.